Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we'll be reading parts from the sirah of the wife of the Prophet sallallahu and our mother Aisha radiallāhu anha. Uh, since sirah in the Sirah alam al nubala is quite long, we'll be reading only parts of it, but I have translated almost uh, the whole chapter and this will be available as a free PDF. والذي uh, سألتهم أم المؤمنين بنت الإمام الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب ابن السعد بن تيم بن مرة ابن كعب بن لؤي القرشية التميمية المكية النبوية أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أفقه نساء الأمة على الإطلاق وأمها هي أم رومان بنت عامر ابن عويمر ابن عبد الشمس ابن عتاب ابن أذينة الكنانية حاجر بعائشة أبواها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل مهاجره بعد وفاة الصديقة خديجة بنت خويلد وذلك قبل الهجرة ببدعة عشر شهرا وقيل بعامين ودخل بها في شوال سنة اثنتين منصرفه عليه الصلاة والسلام من غزوة بدر وهي ابنة تسع فروت عنه علما كثيرا طيبا مباركا فيه وعن أبيها وعن عمر وفاطمة وسعد وهمزة بن عمرو الأسلمي وجدامة بنت وحب مسند عائشة يبلغ ألفين ومئتين وعشرة أحاديث اتفق لها البخاري ومسلم على مئة وأربعة وسبعين حديثا وانفرد البخاري بأربعة وخمسين وانفرد مسلم بتسعة وستين وعائشة ممن ولد في الإسلام وهي أصغر من فاطمة بثماني سنين وكان وكانت تقول: لم أعقل أبويّ إلا وهما يدينان الدين. وكانت امرأة بيضاء جميلة ومن ثم يقال لها الحميراء ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها. ولا أحب امرأة حبها ولا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بل ولا في النساء مطلقا امرأة أعلم منها وكان تزويجه صلى الله عليه وسلم بها إثر وفاة خديجة فتزوج بها وبسودة في وقت واحد ثم دخل بسودة فتفرد بها ثلاثة أعوام حتى بنى بآعشة في شوال في شوال بعد بعد وقعة بدر فما تزوج بكرا سواها وأحبها حبا شديدا كان يتظاهر به بحيث إن عمرو بن العاس وهو ممن أسلم سنة ثمان من الهجرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة، قال: فمن الرجال؟ قال أبوها. عن عائشة قالت: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت: فاجتمعنا سواحبي إلى أم سلمة فقلنا لها: إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما تريده عائشة فقولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس أن يحدوا له أينما كان فذكرت أم سلمة له ذلك فسكت فلم يرد عليها فعادت الثانية فلم يرد عليها فلما كانت الثالثه قال يا ام سلمة لا تؤذيني في عائشه فانه والله ما نزل علي الوحي وانا في لحاف امراه من كنا غيرها وعن عائشه قالت دخل علي رسول الله وانا العب بالبنات فقال ما هذا يا عائشه قلت خيل سليمان ولح أجنحة فدحك عن عائشة قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد وإنه ليسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقف من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف فقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريسة على الله قال ابن إسحاق وقال حسان في عائشة رأيتك وليغفر لك الله هرة من المحصنات غير ذات الغوائل حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل وإن الذي قد قيل ليس بلائق بك الدهر بل قيل امرئ متماحل فإن كنت أهجوكم كما بلغوكم فلا رفعت صوتي إلي أناملي وكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل وإن لهم عزا يرى الناس دونه قسارا وطال العز كل التطاول أقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدهم غير زائل مهذبة قد طيب الله خيمها وتحرها من كل سوء وباطل عن عائشة قالت قلت يا رسول الله أرأيت لو أنك نزلت واديا فيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرة لم يؤكل منها فأيهما كنت ترتع بعيرك؟ قال الشجرة التي لم يؤكل منها قالت فأنا هي، تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. عن عائشة قالت: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير يوم يطلب مني ضجعا فدق فسمعت الدق ثم خرجت. ففتحت له فقال: ما كنت تسمعين الدق؟ قلت: بلى ولكنني احببت ان يعلم النساء انك اتيتني في غير يومي. عن عائشه قالت: سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته ما شاء حتى اذا رحقني اللحم سابقني فسبقني. فقال يا عائشه هذه بتلك عن ابي موسى قال ما اشكل علينا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حديث قد فسالنا عائشه الا وجدنا عندها منه علما عن ابن ابي مليكه قال قالت عائشه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وليلتي وبين سحري ونحري ودخل عبد الرحمن بن أبي ابن أبي بكر ومعه سواك رطب فنظر إليه حتى ظننت أنه يريده فأخذته فمدغته ونفضته وطيبته ثم دفعته إليه فاستن به كأحسن ما رأيته مستنا قط ثم ذهب يرفعه إلي فسقطت يده فأخذت أدعو له بدعاء كان يدعو به له جبريل وكان هو يدعو به إذا مرض فلم يدعو في فلم يدعو به في مرضه ذاك فرفع بصره إلى السماء وقال الرفيق الأعلى وفاضت نفسه. فالحمد لله الذي جمع بين ريقي وريقه في اخر يوم من الدنيا